وسهلا ومرحبا معكم في كرة الطرف المليح. يوم جديد، حركة جداد. كما عودناكم التسخينات من الفوق لتحت ولا من تحت للفوق، كنسخن الجسم ديالي لأن الإحماء ضروري. اليوم غنخدمو واحد الحصة خاصة بالأرجل، من هنا من الحزام لتحت غنخدمو لتحت ديالنا كامل. غنبداو الحركة بسهولة، غنبداو بواحد السكوات ولكن بواحد الطريقة شوية غريبة عليكم. لي غنهبط، غنقيس الأرض، وملي غنطلع غنطلع على ريوس صباعي باش تخدم معايا تالي مولي. كنقيس الأرض وكنطلع. أنا غنخدم أجن باش نبان ليكم، كنتمنى أنكم تكونوا تشوفوا رجليا. كنهبط، ظهري مقاد، وكنطلع وكنبقى على ريوس صباعي، كنشد التوازن ديالي باش نخدم لي مولي. العضلات التحتانيين هادي غنخدمها 20 مرة في 5 المرات، هي 100 مرة، 30 ثانية ديال الراحة. هادي درتها. من بعد غندير حركة أخرى، أنا غنعطيكم بالظهر باش نوريكم الحركة كي دايرة. غندير الحركة لي فان تون أغيير مي انفيرسي، هادي غنديرها 20 مرة 5 المرات. أنا وصلت ل 200 ديال الحركات. من بعد غندير لي فان، كنقيس الأرض بحال هكدا وكنرجع. بحال غندير الانطلاقة وكنرجع. وهادشي كامل مع التنفس، ديما مكنساش التنفس. هذا 20 مرة 5 مرات وصلت ل 300. من بعد غندير لي سكوات، ولكن غنهز لي سكوات وغنهز 20 مرة 5 المرات. انا ساليت. من بعد غندير واحد، غنرجع بها ونمشي جن. واحد نمشي قدام وغنمشي جن. كما كتلاحظوا 400 حركة، 20 مرة 5 مرات 400 حركة. بذلك غنكون خدمت التحدي ديالي مزيان كامل، وغتكون حصة اللي خدمت فيها الكارديو لأنها التنفس والدم كيدور. ألي كنتمنى لكم الصحة والعافية، ونشوفكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم.